بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، إننا في شهر سبتمبر، وجاء هذا الشهر بذكريات الإمام العلامة القرضاوي رحمه الله، حيث فقدت الأمة الإسلامية رائدها ومرشدها وإمامها في هذا الشهر في العام الماضي. والله كان إمامنا رحمه الله أمة في رجل، وجمع الله فيه العالم، وليس عليه بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. إنه قضى نحبه وأفنى حياته وبذل جهده ووسائله كلها في سبيل الدعوة والعلم والكفاح ومواجهة التواغيت والدفاع عن الفكر الإسلامي السليم المستقيم، وفي ترشيد الأمة الإسلامية والصحوة الإسلامية وتعميم الوسطية وتبليغها. إنه ملأ الدنيا وشغل الناس، إنه ألف الكتب وصنف الرجال، وقام بدعوة الحق كما أفاد في الفقه والفتاوى، وأقام الحجة على الحكام وعلماء البلاط بمواقفه الصريحة الثابتة من الكتاب والسنة. ومقتصر القول أنه كان مصداقا صحيحا لقوله: رجل ذو همة يحيي الأمة. فكان رحمه الله قضى عمره في إحياء التراث العلمي والفكر الإسلامي وتجديد هذا الدين الحنيف، وحمل هموم الأمة المسلمة، وكشف الستار عن وجوه المنافقين، وأزال الغبار من المواقف الملتبسة التي اختارها علماء البلاد في مختلف قضايا الأمة المسلمة. أيها الإخوة الأفاضل، كان رحمه الله من العلماء الذين تفقهوا في الدين ثم رجعوا إلى قومهم لينذروا قومهم لعلهم يحذرون. إنه من العلماء القلائل وأصحاب العزيمة الذين عرفوا في التاريخ الإسلامي بصراحة قولهم والصدع بكلمة الحق والوقوف في وجه الطاغوت والجرأة المؤمنة والحرارة الإيمانية، وهذه هي الميزات التي تميزهم من الآخرين، وإلا فهناك مفسرون وعلماء وخطباء وما إلى ذلك، ولكن قل منهم من لحق ذكره بأصحاب العزيمة وأبطال التاريخ وجبال العلم وعظماء الإسلام الذين صدعوا بالحق وأنكروا الباطل ووقفوا أمام المواقف الحكومية والحكام الظلمة المجرمين، مثل أبي حنيفة النعمان ومالك وأحمد بن حنبل وابن تيمية والآخرين من عباقرة التاريخ. فالإمام القرضاوي رحمه الله كان سلطان العلماء، كان سلطان العلماء. إنه صبر في سبيل الدعوة وترشيد الصحوة الإسلامية وضحى بكل شيء، ولكن ما اختار أبدا أي تنازلات في سبيل الحق، ولذلك سجل اسمه وذكره في التاريخ الإسلامي. مات جسمه ولكنه يحيا بفكره في قلوب المؤمنين المخلصين. صدق، والله صدق من قال أنه كان ابن تيمية العصر، لأنه برع مثله في سائر العلوم مثل التفسير والحديث والأصول والفقه والكلام وما إلى ذلك، وله جهود بارزة في مواجهة التيارات الغربية الوافدة، كما سخر شيخ الإسلام قلمه في الرد على الفرق الضالة الباطلة، وورث القرضاوي فكرة شيخ الإسلام في الفقه والفتاوى أيضا. فإن كان ابن تيمية حنبليا لكنه لم يتقيد في المذهب الحنبلي،
فإن القرضاوي كان حنفيا ولكنه لم يتقيد بالمذهب الحنفي، ولكل منهما اجتهادات ومواقف خلافا للجمهور، مع الحفاظ على الثوابت والأصول. ويوافق القرضاوي ابن تيمية في الجرأة والصراحة وفي الاهتمام بالجهاد ومدافعة الأعداء، فمن لا يعرف علاقته واهتمامه بالقضية الفلسطينية والمقاومة الإسلامية، ومن لا يعرف فتواه ومواقفه خلافا للجماهير في مسألة الجهاد والكفاح في فلسطين، وهو الذي أزال الغبار وقدم تصبيرا صافيا للجهاد الإسلامي في العهد الأخير، وفرق بين الجهاد والإرهاب والإفراط والتفريط، وكشف عن مكر الغرب ومصطلحاتها الملتبسة، وعلمه التفريق بين الأصالة والصناعة. ولا أريد أن أطيل عليكم بهذه المناسبة، أي مناسبة ذكرى وفاته رحمه الله، أختصر فأقول أنه كان عالما عالميا يعيش بجسمه في الدوحة، ولكن يعيش بقلبه في العالم الإسلامي كله. كان فقيه الدعوة الإسلامية وفقيه الأمة المسلمة، يعيش بقضايا عصره، جمع بين القديم وفقه مشكلات العصر الحديث. كان رحمه الله من العلماء الموهوبين المؤفقين المقبولين، وليس من المعصومين، وهو من خير الناس الذين وفقوا بطول العمر وحسن العمل. إنه قدم الكثير للأمة الإسلامية بعلمه وفكره وعتائه، وقضى حياته في تحليل قضايا الأمة الفكرية والسياسية والعلمية، وله دلات علمية عديدة كغيره من المجتهدين والمفكرين الأفذاذ. لكنه سرعان ما رجع عن قوله حين تنبه، وإلا فاستقام على مواقفه. فيجب علينا وعلى كل من تلامذته ومحبيه أن يقتبس من نور بصيرته وتفننه في العلوم وثورته على الجمود، ويستفيد من وسطيته وفكرته والنيرة المكونة بالجمع إلى التفرق والتيسير في الفروع مع التشديد في الأصول والتوسع في الفكر والثقافة، والجمع بين الأصالة والمعاصرة، والبناء والعمل دون الهدم والمراء والجدل، والتبشير للتنفير، والتعارف للتناكر، والتسامح للتعصب، والتجديد للجمود، والوسطية للغلو والتقصير. ويسلك مسلكه وينهل من مناهل فقهه وسعة فكره. إنه رحمه الله، إنه تأثر بالإمام البنا رحمه الله، والتحق بفكرته ودعوته وجماعته، ولكنه لم يتقيد أبدا، إنه لم يتقيد نفسه باتباع رجل وفكر وجماعة. ولو كان هو حقا، ولو كان هو لسان الإخوان المسلمون إلى آخر عمره، بل جعل نفسه وقفا للأمة الإسلامية وأفاد العالم كله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من صالح أعماله ويدخله الفردوس الأعلى، ويوفق من التوفيق والسداد في سبيل الدين والدعوة إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.